تقول له ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كليه في السنه الرابعه. ده غير الاخلاق والادب والمثاليه اللي هو فيها. ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود ورور. وريني بسيوري. ألف مبروك. طب من فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى التكيدي. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا عند أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريس ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. ومالك أهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب. ومهما كان دليلته العمر. ها رواق رواق. لا مؤاخذة سعادة الباشا، الفرح بصراحة ما يليش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه انا بعت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر. سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما هي كلم الحاج يا تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضنه. ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. بصراحة يعني ده مبلغ قليل. فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش أكتر من كده. لا 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 يا جماعة بقى كده، عارفين المنطقة اللي احنا فيها دي؟ منطقة أعراض. أعراض؟ أمال أنت فاكر إيه؟ هي حصالة أعراض. إيه أعراض؟ إيه ده أعراض؟ طب وعالي بقى كده يا باشا. أيوه أعراض. أوعى أوعى من جد. دخلنا في الأعراض. الله الله الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعه، اهدوا بلاش توتر. ما ينفعش اللي بيحصل ده، ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده، ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه.
محضر. انت يا بلدينا 19 محضر. ايه بلدينا دي انت متعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني راح الامن في المنطقة كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلت ليش انت مين بك؟ لا انا فضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا ناريس من دماغ زي باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته هو يعني ويتنيل على عينه وجوزها. فين سبع البرومبا الضابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للقسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط البسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت عسكري. يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان صدفتوا مع بعض ما انت قلت له يا معفن قال لك يا نتر يعني الشتيمه ما تنزلش. طيب مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ نجد باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الضابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15 اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدت باشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلتلك اديني البدلة خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعة والبدلة هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم مية اضربه في عينيك وصدرك شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياة بتتحل بالهدوء وبالحكمة. حكمة ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك الأول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبة دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك. أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل. سيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك تلبس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة يا أبلة فوزية. على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني رغم أنه عارف أنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ هعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه وانا ما في صحه انفخ الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم تعال تعال هفهمك بالعقل كده يا بيه. كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي يعني اديني فرصه تتخطاني تروح تقابل السلم.